بهالحياة منصادف ناس أشكال وألوان. المثل بيقول الناس معادن، وطالما الناس معادن فطبيعي جدا نلتقي بناس مصدية. ومن الناس المصدية اللي بيجرحك وبينتظر إنك تعتذر له، بيجرحك وبيكابر على الاعتذار، بيجرحك وبيبرر بكلام بيجرح أكثر من الجرح الأساسي نفسه. في ناس للأسف بتغلط علينا، لكن لما تيجي تبرر بتزيد المواجع. يا أخي إذا غلطت اعتذر، لا تكبرها بتبريرات سخيفة أبشع من الغلط نفسه. مثل ما كرامتك بتعز عليك، كرامة غيرك كمان عزيزة عليك.